هواية عن جد كثير غريبة بس كثير مهضومة وكثير خفيفة وقريبة على القلب، رح نتعرف عليها مع جون بيجيل توب. مش هوايتك لإلك، لا هوايتك ضيفتك. أنا رواية مش هواية. هاي جوان، كيفك؟ تمام؟ سبا؟ شو عندنا كبيات على الطاولة؟ وهلا أكيد أنا مأكد المشاهدين عم يسألوا شو قصة الكبيات، شو قصة؟ أكيد الكل هلا بيكون عم يسأل إنه ليش في كبيات على الطاولة؟ بعتقد هلا نعبي فيهم شينا نشرب بعد ما نعمل الشيف برجر. شو رأيك؟ إيه إذا بدك لبيبسي أو شيء. ميلك شيك حد البرجر مثلا. طيب بيبسي شيء. مو معقول. طيب أكيد المشاهدين عم يسألوا حالهم ليه في كبيات على الطاولة؟ ليه ما في شيء؟ ما بتجاوبيني؟ رح نحضر كليب تيعرفوا شو بتعملي. Hey, I'm Christina. I'm Catherine. I'm Lisa. I'm Amy. I'm Lauren. I'm Danny. And we're Cimarelli. We're gonna do Cups by Anna Kendrick. شو جوان؟ شو؟ بتعرف تعمل انت موهبتك مثل هول؟ ايه بس هن ست بنات، سبع بنات، ما بيأثر، كلهم كبيتين، كلهم كبيتين. نحن ثلاث كبيات جوان لحالها. ثلاث كبيات رح تلعبها او كبيتين؟ لا هو اول وحدة كبيتين ووحدة كبية. يعني انت لحالك فيك تعمل اللي عم يعملوه ست بنات. رح نشوفك هلا شو عم تعملي. رح نشوف غنية. شو ايه غنية رح تلعبي؟ I know you're trouble لتايلور سويفت. انا كثير بحبها لتايلور سويفت. رح نسمع الغنية رح تلعبي لنا اياها. قد ايه وقت تطلع الغنية؟ ما بعرف شيء، ما بعرف، مش حسبتها. مش غنية كاملة؟ لا اكيد. اوكي خلينا نسمع. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone. You found me, you found me, you found me. Now I guess you didn't care, and I guess I like that. But when I fell hard, you took a step back. Without me, without me, without me. But he's alone gone when he's next to me. And I realize the blame is on me. Cause I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, blew me to places I've never been. Till you put me down, oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, 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 trouble, trouble, trouble. Oh, oh, oh. Trouble, trouble, and the saddest fear comes creeping in that you never loved me or her or anyone or anything. Yeah, 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 yeah. You blew me to places I've never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, 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 trouble, trouble, trouble. Oh, 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 trouble, trouble, trouble. كمان الشيف شادي بيعرف يعمل موهبة كبيرة. شو رايك شيف؟ اوف 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 اوف. مش حلوه؟
نايس. شو رأيك؟ بتجنن. حلو كثير عن جد. بتجنن. يعني هلا سؤالي أنا، الموهبة تبعك الكبة الكوبس يعني to play on the cops أو الموهبة بصوتك؟ هي إذا بدك شو الاثنين؟ يعني أنا أصلاً بحب أغني، أنا دادي ون مان شو، فهو فصرت إنه كثير طور الشغلة يعني. يعني انت بيك كان وان مان شو وبعد وان مان شو، انت يعني كانه في يعني تحسيها انه جيناتك خلقتي فيها، انت فيك تعملها لحالك. وهلا عم نشوف انسترومنتس، يعني انسترومنت رح سميهم مش كبيات، لانه بتسميهم حيلا كبيه فيك تسميها. هي افضل تكون شوي بلاستيك اكثر وتكون طويله، بس للتو كابس انه اصغر احلى، انه السيم سايز. اوكي. بتعطي غير اذا طويله او قصيره غير الصوت. وكيف حسب السمك تبع الكبايه. يعني انت بتروح اوقات مش تشتري كبايات تلعبي عليهم؟ نو نو نو، بالكبايه البيت. كبايه البيت، بس لازم يكونوا بلاستيك مش ازاز. ايه اكيد. مش انه مثلا بوف. كيف تعلمتيها؟ يعني لانه ما بعتقد في مدرسه بالعالم، ما بعرف بالعالم، بس بلبنان حسب علمي ما بيعلموا انه نلعب على الكوبس، انه هيك حسب نوع من البركشن. بس ما حدا بيعلم على الكوبس. انا كنت عم بتفرج على فيديوز على اليوتيوب، فكتير عجبني انه كنت عم بتفرج على فيديو لوان دايركشن، ففتت انه في ناس عم بيدقوا، شفت ناس عم بيطرطقوا بالكبايه، ففتت اشوف انه هيك كيوريوزيتي مني، ففتت ام بعدين لقيت هالغنيه تبع تايلور سويفت، فكتير حبيت كيف عم تحرك كثير كبايات وايديها، وهي كانت صوتها كثير حلو البنت اللي كانت شفته يعني، فكتير عجبني وطلعت انا اصير اعمل التكنيك اللي هي عم تعملها، انا عملتها مثلها. طيب رياكشن حطيها مزبوط؟ ايه بدي اقول لها انا على التكنيك، حطيها هي مزبوط هي، يعني ما انت حطيت شيء بالتكنيك. وبعدين انت صرت تطوري حالك تاكل. ايه اكيد صرنا تو كابس. يعني الاغاني اللي بدك تلعبيهم بتشوفيهم على يوتيوب او انت يعني هلا فيني اقول لك لعبي لي اغاني؟ حسب البيت، اول شيء انا بجرب البيت على الكبايه، اذا زبط بيزبط، اذا ما زبط بدي اغير الغنيه. انت منك ومن حالك؟ ايه اكيد. فينا نلعب اغنيه عربي ام لا؟ في اغاني عربي بس هو اكثر اكشلي هو بيت اجنبي، في كم غنية عربي مش كلهم، هول تبع الاولاد الصغار، هيدا ليلي من ادار مدري شو، هيدا بتزبط. وقت شافوك اهلك لاول مرة عم تلعب بالكبيت شو قالوا؟ جنت البنت؟ صوروني نزلوا لي الفيديو على الفيسبوك. نزلوا الفيديو على الفيسبوك ونزل شيء على يوتيوب كمان؟ لا يوتيوب لا. ليه؟ ما عندي اكونت يوتيوب. اليوم ترجع على البيت تعملي اكونت يوتيوب بتنزليهم، لان جماعة الجاي بدي احط التالنتد كيدز وبدي يكونوا بيناتهم. فينا نجرب التو كوب؟ اكيد فينا. انا العب فوت، مش العب انا فوت فيها الغنيه. اوكي. بس بالكوب الكبير. شو بس ما تنزعل الغنيه. شو بدك تدق انت؟ خلينا رايقين. ايه خلي شوف. يلا شو هلا؟ هلا ليف ويل وير يونغ لون دايركشن. يلا. هي بوي ام ويتين اون يا، ام ويتين اون يا، كم اون ليت مي سنيك يو اوت اند هاف ا سيلبريشن. Celebration, the music up, the windows down. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool and we know it too. Yeah, we'll be doing what we do, just pretending that we're cool. So tonight, let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only met, but let's pretend it's love and never, never, never stop for anyone. Tonight, let's get some. We tonight let's get some Calibar, we're young. جوان انا عندي طلب، اتركي الكبايتين قدامك بليز. نعم. عندي طلب، اتركي قدامك الكبايه قدامك، بدي غني انا غنيه انت بدك تلعبيها بالعربي. ايوه. عم بمزح، بدك تلعبي لنا غنيه بالعربي بليز، حلا غنيه. كنت ظاهره لانه انا عم بمزح، قلت انا تقوم اهرب كثير. بتعرفي غاده صوتها حلو. ما بعرف شيء. حلا غنيه، حلا غنيه، ما عندي مشكله بديها بالعربي. طيب في غنيه لزحله؟ معن اكيد. اهلا وسهلا وسهلا باهل زحله كمان. انا بدي احيي رفقاتي بزحله اللي عم يحضروني هلا، ميرسي كثير. فهيدي مش الكل بيعرفها. اوكي. ف بس ليك اذا سبيسيال هي لشباب زحله اذا بدك. اذا الغنيه كثير حلوه رح قوم ارقص انا، ما باكد لك شيء دلني قاعد محلي عن السكر. بس هيدي غنيه كثير قديمه صح؟ مش كثير فيها حرب وما حرب وبيض. فكرت يلا. البحر بتجيبه لقدامك لما بتشرب كاس، بتشوف الدنيا جميلة ومليانة احساس. مين يطال جبالنا، مين براحة بالنا، مين يطال جبالنا، مين براحة بالنا، نغني عموالنا وغير هيك ما بدنا، ومين بيسكر قدنا، مين يهدي حدنا، نحنا ابطال الخمارة وهيدي ورثة جدنا.
يعني أنا أصريت غني غنية بالعربي وهالغنيه كيف تتعلمي الأغاني؟ يعني هالغنية كيف بتعرفيها؟ اوكي بعلق أغنية فتح التليفون ما بشيلها غير ما أكون حافظة كلمة كلمة ما بتفوت بتقري الليركس وهيك؟ في قصص في كم كلمة ما بيكونوا واضحين بالغنية فبفوت بقرا أنت غيريهم كلمتين زي الشيء يعني مثل ما بنعمل نحن وموهبتك الثانية شو فيها نقول غير الكوبس والغنى؟ بتحب تغني وديو براكتس يعني تتمرني عليها؟ أكيد هلا عندك تقديم هالسنة بس قد ايه عم تتمرن؟ يلا بعد جمعتين وبيخلص التقديم خلص بعدين شفت انا معي حق بيخلص التقديم وبترتاح وبدنا نبعث له دزينة كبايات ايه ذكرنا اكيد دزينة كبايات بس تنجح ايه حتى تتمرن عليهم خلص اتفقنا اذا نجحت انا بعد كبايات سؤال وين بتحسي حالك توصلي بالموهبة؟ ما بعرف ما بتعرفي؟ انا صغيره بحب انه يصير شيء مهم حدا هيك عنده محله يعني جوان بس ايه بتحبي انه تكوني شخص مهم شخص وبتحسي ريد كاربت كمان ان شاء الله مره ليش لا؟ ليش لا عن جد يعني ان شاء الله ما حدا اصلا وصل على ريد كاربت كان عارف حاله رح يوصل صح. لهنيك ف يعني ان شاء الله عن جد الكوبس قبلك تشتغل على صوتك توصلي وحده من الاثنين او الاثنين مع بعض فيك توصلي نصيحه يعني منا بركي نزليها على يوتيوب في تو ماني ارتست انكشف كما شو بيناتهم جاستن بيبر يعني عم نحكي عنه من ورا يوتيوب اف يو دو ا شانل بركي فيك تصير اكثر واكيد نرجع مستقبلك وقتها بلا ريد كاربت بس وقت تطلعي معنا عن جد كيب اب ذا جود ورك عندي سؤال على الغداء وقت يتاخر الاكل ترتقي بالكبايات أم لا؟ ما هو أنا عم بتغدى بكون عم ترتقي بالكبايات، أنا عم بدرس بكون حطيتهم حدا بالصف بتلعبي الكبايات؟ بالصف بالصف ما في كبايات في قرينة المي اه كان علمتهم لكام رفيقة وبننزل على الفرصة على الكافيتيريا بندربك عليه اه يعني عامله جو ذاتس جود ذاتس جود بتقصيها للقنينة ولا هي مسكرة؟ لا هي مسكرة بس لازم يكون فيها شوية مي مش كثير شوية مي؟ بليز قنينتين مي شوية مي ميرسي جوان عن جد انبسطنا انه معنا انبسطنا بالموهبة الجديدة عن جد جيل توب من ورا المواهب اللي عم تشوفون انا بدي اقول لك شغلة هلا بس خلص تقديم انا عم بتمرن بدي اعمل ب 3 كوبس 3 كوبس ولا تصير 6 كوبس نرجع نطلع ثاني مرة كثير بزينة خلص اتفقنا ميرسي جوان عن جد كثير بتحبي تشكري حدا سبيشال ثانكس لمامي وبابي اللي كثير انه شجعوني وهيك تحت اتمرن بعد ولكل رفقاتي وميرسي كثير اهلا وسهلا فيك مرسي لك مرسي لك اهلا وسهلا فيك كمان معنا اليوم كمان مره بريك صغير وعالم الصباح حيرجع يستمر لغايه الساعه 1